بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي على قناة مستر الاستاذ لشرح تفصيل هذه اللغة الإنجليزية. إن شاء الله شباب مستمرين مع كتاب جيم الوحدة الأولى، الدرسين 3 و4. إن شاء الله النهاردة هنشتغل على تيست يور سيلف اللي جاي على الدرسين مجمعين مع بعض، بارت 2 ليسونز 3 اند 4. وهنبدأ على بركة الله إن شاء الله بجزء الفوكابلري، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. The tourists complained that السائحين اشتكوا من إني the old maps الخرائط القديمة in the guidebook في الكتاب الإرشادي اللي هو بيبقى فيه زي كتاب كده إرشاد سياحي وير فراغ بعدها or incomplete إنها كانت يا إما كذا أو غير مكتملة. يا ترى accurate دقيقة ولا inaccurate غير دقيقة ولا reliable بمعنى موثوق بها ولا valuable ذات قيمة؟ كانت inaccurate غير دقيقة أو إنها غير مكتملة. We need ذا نحن بحاجة إلى وجاء فراغ بعدها of all people من كل الناس to overcome عشان نتغلب على the effects آثار of the economic crisis الأزمة الاقتصادية. إيه بقى efforts بمعنى جهود ولا objectives بمعنى جمع كلمة موضوعي الشيء الموضوع منه عليه objectives وتنفع برضو بمعنى أهداف impacts بمعنى آثار وعندي exports اللي هي الصادرات. محتاجين الجهود efforts بتاعت الناس كلها. The chemistry professor أستاذ الكيمياء أستاذ جامعة يعني is planning and illustrated بيخطط لإيه؟ illustrated معناها موضح من خلال رسوم توضيحية. جاء فراغ بعدها to be given علشان يتم إعطائه to journalists الصحفيين on his findings عن النتائج اللي توصل إليها أو الحاجات اللي اكتشفها ووجدها. طيب هيعمل إيه هو كده؟ بيعمل article مقالة ولا lecture محاضرة ولا essay مقالة ولا view منظر أو وجهة نظر؟ الراجل ده بما انه استاذ جامعه يبقى بيعمل حاجه اسمها ليكتشر محاضره. I didn't know you played hockey. انا لم اكن اعرف انك لعبت رياضه الهوكي. ان وات وجاي فراغ بعدها دو يو بلاي وده علامه استفهام عايز يساله عن المكان اللي بيلعب فيه. انت مكانك فين في الملعب؟ بتلعب مهاجم ولا مدافع ولا والاد اللي قصده. سايت بمعنى موقع او مكان زي ما اماكن المباني زي موقع لاي شيء محل بناء مكان بناء موقع مباني حاجات زي كده. لوكيشن بيبقى مواقع زي مواقع تصوير الافلام والمسلسلات والحاجات اللي زي دي. بوزيشن بمعنى مكانك او موضعك في لعبه معينه او في الملعب مثلا وتيجي ممكن بمعنى الوظيفه. وعندي سايت زي ما قلنا البصر والبصيره والقدره على الرؤيه. هو عايز يعرف البوزيشن بتاعه انت بتلعب في انهي مكان في الملعب يقصد بيه مكانه من هذا النوع. ذا نوفل هاري بوتر. هاري بوتر دي سلسله من الافلام لكنها هي اساسا كانت ايه؟ كانت روايه اسمها هاري بوتر. ووز وايلي. وايلي معناها على نطاق واسع. ايه اللي حصل لها؟ طبعا هي في بناء المجهول في الماضي البسيط. افتر ذا سكسس اوف ذا فيلم بعد ايه؟ بعد نجاح الفيلم. طيب نقول ايه؟ سبريد انتشر مثل الاوبئه والامراض ولا كام اوت يخرج للعلن يعني كانت حاجه مختفيه وظهرت ولا بريفيلد بمعنى ساده زي الظلم العدل ولا ببلش تم نشرها هي دي. يبقى هاري بوتر كنوفل كانت موجودة ومنشورة وتمام التمام لكن لما اتعملت فيلم بدأ يتعمل منها نسخ تاني وتم زي ما قلنا نشرها على نطاق واسع جدا على مستوى العالم. بيقول في بعدها we all should bear that كلنا يجب علينا ان نتحمل ايه وجاء فراغ بعدها of keeping the environment clean المحافظة على البيئة نظيفة. ايه diversity معناها تنوع. adversity اللي قدامك دي في الحرف بي معناها محنة. personality شخصية وعندي responsibility مسؤولية وهي دي ليه الإجابة بتاعتنا لازم كلنا نتحمل مسؤولية الحفاظ على البيئة. my father is a or an والدي كذا ماشي جاي فراغ بعدها customer بمعنى زبون أو عميل of that shop لهذا المحل because he likes the service there لأن الخدمة اللي بتتقدم في المحل ده معجب بيها وعجباه. طيب نقول regular بمعنى منتظم يعني بيروح على طول يشتري منهم ولا gradual تدريجي بتعمل حاجة خطوة بخطوة ولا irregular غير منتظم أو شاذ وعندي صادم بمعنى مفاجئ. الاب ده ريجولر زبون منتظم عند هذا المحل. هحرك الشاشه شويه عشان الجمل من 8 يظهر افضل. جينلس اند تي في كذا. جينلس معناها صحفيين وتي في ايه اللي لهم علاقه بالتلفزيون. وير ويتنج كانوا منتظرين اوتسايد ذا هوتيل خارج الفندق. وير ذا ويدنج اوف ذا فيموس اكتور واز تيكينج بليس حيث كان زفاف شخصية مهمة في مجال التمثيل ممثل مهم. طيب نقول ستافز جمع كلمة ستاف ودي بتبقى في المدارس والمستشفيات والحاجات زي كده ولا الكاتس اللي هم جماعة بتوع التمثيل ولا كروز اللي هي طواقم ممكن تكون على سفينة أو مركب أو طواقم العمل من حاجات مختلفة يعني دول
دول صحفيين ومعاهم ناس في التلفاز، تمام؟ بتاع الصحافه ده بيكتب، بتاع التلفزيون ده لحاجات مرئيه، ولا سيتيزن المواطنين عادي، لا دول كانوا كروز، كانوا طواقم اعلاميه منهم الصحفيين وبتوع التلفزيون وحاجات كتير. ذا فيمس رانر، العداء الشهير. الرانر معناها شخص بيجري، يعدو. بروك ذا وورلد، حطم ايه اللي له علاقه بالعالم. فور ذا 1500 متر ريس، لسباق ال 1500 متر. طبعا ده جاري او عدو. طب نقول نيك رقبه ولا بروميس يعد ولا ريكورد بمعنى سجل ولا له قانون. عندي حاجه شباب اسمها وورلد ريكورد، معناها رقم قياسي عالمي، ودي تركيبه على بعضها. بيقول في الجمله اللي بعدها اتس نايس تو هاف سم وان يو كان، انه لمن الجيد، حاجه لطيفه حلوه ان انت يكون عندك شخص ما يمكنك ايه يور بروبلمز ويز، مشكلاتك معه، تعمل له ايه مشكلاتك مع هذا الشخص، شير، يتقاسم. والتقاسم هنا معنوي، يعني ايه؟ تقعد كده تحكي له عن مشكلاتك وهو يقول لك رايه فيها والنصيحه، حاجات دي. ديفايد، يقسم تقسيم مادي، زي انت كده ما تمسك قطعه تورته وهات السكينه وقطع، يلا كل واحد ياخد له حته. سبليت اند شاتر، عندي ديفايس بمعنى يبتكر حيله او تقنيه او اسلوب. المشكلات يتم تشاركها معنويا، شير. سام ويب سايتس، بعض المواقع على الانترنت طبعا. فرق بعدها يونج بيبل، الشباب، باي ميكينج ذيم، عن طريق جعلهم باي تشي برودكتس ات هاي برايس، ان هم يشتري منتجات رخيصه السعر باسعار عاليه، يعني حاجه يعني كده. هو بيعمل ايه يا ترى؟ بروموت، بيحفز او بيدي نوع من الترقيه، ولا بليد اللي هي المعنى الحرفي ليها يتوسل، ولا اسيست يساعد، ولا مسليد يضلل. هو كده بقى ايه؟ هو كده بيضللهم، تمام، بان هو يديه حاجه اساسا ثمنها ما يستاهلش بيديها له بسعر عالي. بيقول في 12 زوجة في بعدها of the actress name كذا، لاسم الممثلة. from the guest list، من قائمة الضيوف. was not a mistake، لم يكن خطأ، يعني الحكاية كانت مقصودة. المهم يعني promotion، ترقية. admission معناها اقرأ المقولة admit كذا، اللي هي معناها الاعتراف بشيء. وعندي omission بمعنى حذف، واخر حاجة responsibility، المسؤولية. the omission، حذف اسم الممثلة دي ما كانش جاي بالخطأ، لا ده هي أكيد الحكاية كانت مقصودة. a great number of people، عدد كبير جدا من الناس in Egypt، في مصر، have ايه؟ هنشوف بقى to the internet، الانترنت، whether on a computer or a mobile phone، سواء كان الموضوع ده عن طريق الكمبيوتر أو حتى الموبايل. طب نقول passage، ممر، ولا access اللي هي إمكانية الدخول على تطبيق معين أو موقع معين واستخدامه زي الانترنت، وهتكون دي إجابتنا. انتري بمعنى مدخل لمكان، يعني مثلا مدخل لمدرسه، لمكان، للفندق، اي حاجه. اكزيت معناها مكان للخروج، تمام، او استخدمت كفعل معناها يخرج. الناس العديد من المصريين عندهم بقى عندهم اكسس، عندهم امكانيه الدخول على الانترنت واستخدامه. ذا كريتيك از ويل نون فور جادجينج اول فيلم اول فيلمز ويزاوت، الناقد بتاع السينما ده او هذا الناقد سواء كان سينمائي او في الادب والحاجات دي، يعرف بانه بيحكم على كل الافلام بدون ايه؟ against or towards، يعني لا ضد ولا مع. ان اكتر، اي ممثل، or actress، او حتى ممثل. طيب نقول ايه؟ bias، تحامل او تحيز، ولا base، قاعده، ولا basis، اساس لعقد او اتفاق مثلا، ولا basics، الاساسيات. مفيش bias، مفيش تحامل او تحيز. بقول في 15 most young men، معظم الشباب من الرجال، and women، والنساء، keep in touch with their friends، بيظلوا على تواصل مع اصدقائهم، through، من خلال او عبر ايه؟ ميديا. economic، اقتصادي. sociable، شخص اجتماعي، يعني يحب يبقى له علاقات مع الناس. social media بيقولوا عليها وسائل التواصل الاجتماعي. hateful معناها كري. نحرك الشاشه شويه عشان الجمل من 16 ل 20 كلهم يظهروا. بزنس مان sometimes، رجال الاعمال احيانا، هاير ا سبيشال كونسلتنت، بيستاجره، يعني بيشغل عنده ناس مستشارين من نوع خاص. هو كان اوفر ادفايس، يمكنهم عرض النصيحه، اون مانجنج، في اداره ذير فاينانشال. كلمه فاينانشال معناها مالي. ايه اللي يديروه من الناحيه الماليه؟ سنترز، مراكز، ولا افيرز، شؤون، ولا امبريشن، انطباع، ولا كونسامشن، استهلاك. فاينانشال افيرز اللي هي الشؤون الماليه، يجيب ناس كده متخصصه ليهم قدره على انه يديله النصيحه. thousands of people were، الالاف من الناس، هنا في بناء المجهول في الماضي البسيط، مالهم، حصل لهم ايه؟ in their houses، في منازلهم، because of the snowstorm، سبب العاصفه الثلجيه. الناس دي حصل لها ايه؟ trapped، احتجزت، كانهم كده وقعوا في مصيده يعني،
ولا فريد تحرره، ولا ريورد تكافئه بطريقة غير رسمية، ولا بازل ارتبكه وتحيره. والناس كده احتجزت trapped. The newspaper published our end. الجريدة نشرت ايه؟ فراغ بعدها and objective report وتقرير موضوعي about the reasons عن أسباب for losing لخسارة the medal in the Olympics الميدالية في الأولمبياد. طيب يا ترى هنا بقى biased متحيز أو متحامل، ولا unfair غير عادل، ولا balanced متوازن، ولا misleading مضلل؟ كده طبعا هيبقى balanced متوازن. I receive أنا تلقيت وجاي فراغ بعدها for the applications التطبيقات on my mobile على الموبايل بتاعي phone تمام every now and then من حين لآخر ماشي which makes my mobile phone better وده بيجعل من الموبايل بتاعه في حالة أفضل. طيب نقول dates جمع كلمة date اللي هي تاريخ أو يعود تاريخه إلى كذا لما أقول لك dates back to كذا. viruses اللي هي فيروسات، ولا updates تحديثات بتحصل على الموبايل والتطبيقات بتاعته، ولا updates للحاجات القديمة كده بيجيله ال updates اللي هي التحديثات. It's difficult to compare statistic اللي هي حاجات لها علاقة بالإحصاء. بيقول لك من الصعب إن إحنا نقارن الإحصائيات إيه from different countries من دول متباينة دول مختلفة يعني. طب نقول truth اللي هي معناها الحقيقة والصدق، ولا time tables جداول مواعيد زي بتاعت القطر هيطلع كذا ويرجع كذا والطيارة والأوتوبيس والدنيا دي، ولا columns أعمدة، ولا data اللي هي البيانات. data اللي هي البيانات كده جزء الفوكابلري خلص. تعال نروح لجزء القواعد اللي جاي على تيست يور سيلف على الدرسين 3 و4 من الوحده الاولى لانجويج. اهو يبقى كده نشتغل جرامر. بلال هاز بين راذر انجري، بلال كان غاضب جدا طبعا، وجاي فراغ بعدها كوارلينج وذ هيز كوليج. الكوارل معناها يتنازع او يتصارع مع صديق لي. طيب المهم فور هنا ما فيش مده زمنيه محدده، before يأتي بعدها جملة في زمن الماضي البسيط ماشي، وفي الطرف الآخر يكون في جملة في الماضي التام. طب ما فيش الكلام ده مش موجود. during أثناء يأتي بعدها نون، واللي قدامي ده هي بداية مدة زمنية لما قولي quarreling with his colleague اللي هو الخلاف اللي حصل مع صديقه دي اسمها بداية مدة زمنية. يبقى انت كده مش هينفع معاك فيها غير since التي يأتي بعدها بداية مدة زمنية، وطبعا ده كده مضارع. What were you doing؟ ماذا كنت تفعل؟ وجاء فراغ بعدها I saw you in the park yesterday. جميل جدا، ادي علامة استفهام والجملة فيها طرفين، الوسط هنا هو اللي ناقص وده اللي هنستخدم فيه الرابط اللي هيجي. طيب الجملة بعد الفراغ فيها ماضي بسيط I saw you والدليل عليها yesterday. طب الجملة قبل الفراغ موجود فيها What were you doing الماضي المستمر. الله، طب ما كده متحقق الزمنين اللي ناقص. ما انا قلت لك من شوية قلت لك اللي ناقص الرابط. مين في الأربع رابط قدامي دول اللي تكون جملته ماضي بسيط والطرف الاخر ماضي مستمر؟ تعال نشوف سينس ياتي بعدها بدايه مده زمنيه في المضارع التام يبقى بعيد عننا. وان جملتها تكون ماضي بسيط وان حتى انا يكون ماضي مستمر ممكن. وايل لا، وايل جملتها تكون مستمره وان حتى انا ماضي بسيط، او ممكن الملحوظه ان يكون الاثنين ماضي مستمر، فكده مش هتنفع وايل لان جملتها ما بتكونش ماضي بسيط. افتر جملتها بتكون ماضي تام وان حتى انا بيكون في ماضي بسيط، ده مش متحقق. متحقق المعلومه اللي احنا قلناها فين مع وين، جملتها تكون ماضي بسيط I saw you والناحية الثانية في ماضي مستمر. هي هو جاي فراغ بعدها 6 letters ستة خطابات since lunch time منذ وقت الغداء. جميل، since وجاي وراها بداية مدة زمنية وإداك عدد محدد للأشياء اللي أداها هذا الشخص، يبقى أنت كده عايز إيه؟ عايز مضارع تام أهي has written. طب ليه ما خدناش is writing إنها مضارع مستمر؟ أنا عايز مضارع تام. wrote ماضي بسيط وأنا عايز مضارع تام. has been writing ده مضارع تام مستمر، مفيش دلالة على الاستمرارية هنا، هو خلاص اداك العدد وقفله، يبقى انت كده عايز المضارع التام البسيط. وير حوار في 24 ما بين اثنين، اين يا عمي؟ راح قال له ات اين كذا ات 3 اين كذا ات 3 الساعه 3، راح رد عليه اي ووز ات ذا لايبرري انا كنت في المكتب. طيب يبقى هو عايز يساله عن هو كان فين، انت كنت فين يا عم. وير هاف يو جون ات 3، هاف يو جون دي مضارع تام ما بيجيش وراها ساعه زي كده ماشي. اقول لك وير هاف يو جون مثلا، وير هاف يو جون سينس اي ميت يو مثلا، انت كنت فين منذ ان التقيت بك، ما يجيش يقول لك الساعه كذا. طيب ووز هي، وير ووز هي دي ماضي بسيط، ووز هي ماضي بسيط تمام. وانا بسال عن مين؟ بسال عن الضمير اي، انا بقول له انت كنت فين، مش بقول هو كان فين. ار يو تديني مضارع والجمله فيها اشاره الماضي اي ووز اهي، يبقى وير يو اهي، وير وير يو اين انت كنت. زي وفراغ بعدها that car since 2002. طيب since جاء وراها بداية مدة زمنية، يبقى انت كده عايز ايه؟ عايز جملة مضارع تام.
have been owning ما تنفعش معايا. ليه؟ لان الفعل own بمعنى يمتلك، لما يكون بي جاي في جمله ما ينفعش يكون في استمراريه، يا اما يكون بسيط يا اما يكون تام. يعني الاستمراريه في الفعل own يمتلك خاطئه ولا تجوز، يبقى كده دي غلط. own ده فعل في المصدر، وهنا اشار على المضارع التام فمش هينفع معايا، انا عايز يعني عايز مضارع تام. have owned ده المضارع التام متحققه في الاختيار سي، خدناها اجابه. owned دي ماضي بسيط. have you finished your task وجايب فراغ بعدها وعلامه استفهام، لحد دلوقتي الموضوع مش باين، هو ده سؤال في المضارع التام بس لسه مش عارفين ايه الرابط الزمني اللي احنا هنستخدمه هنا، ظرف الزمان الدال يعني. فبيكمل ويعلق على الجمله ويقول له you are very clever، ده انت شاطر جدا يا عم، ايه المهاره دي؟ يبقى ده معنى ايه؟ ده معنى ان هذا الشخص ادى اداء في وقت يعني مش متناسب مع الفعل اللي هو جنبيه، فالتاني بيستغرب، معقول انت والله بالفعل خلصت؟ يبقى كده ايفر ما تنفعش، ويت ما تنفعش، يت بتجيني فيه سؤال ممكن ينفع، او اجيبها في سؤال هاف يو فينيش يور تاسك ينفع، لكنه ما ينفعش اجاوب عليها يو ار فيري كليفر، ما علقش عليها بالطريقه دي، ده بالعكس، ده انا كده ببين ان الاداء رائع فعلقت، ما اقدرش اعمل ده مع يت. طيب ولو هقول ايفر كنت هاف يو ايفر فينيش يور تاسك مثلا كويكلي او ان ا شورت تايم، برضه كده الجمله مش مكتمله مع ايفر. طيب جاست هتدي نفس الفكره، هاف يو جاست، انت يا دوب مخلص للتو التاسك بتاعك، برضو مش علق عليها بالاجابه يو ار فيري كليفر، مين اللي تعمل دي اوريدي؟ هو انت خلصت بالفعل؟ معقول؟ ده انت كده بقى ايه، مفيش منك. وين هي ريلايزد، عندما ادركه ايه بقى؟ اي اني انا اتهم. هي تيرند اواي، تيرند اواي معناها ايه؟ لف ومشي. طيب متحقق الماضي البسيط في طرف الجمله التاني، ماشي. طيب يبقى انت كده عايز ايه؟ انت كده عايز في طرف الجمله ده هي حدث كان مستمرا في الماضي قطع، وهذا ايه اللي هو الماضي البسيط. طب نقول انها اد لوك دي تديني ماضي تام، لوك يديني مصدر، ووز لوكينج اد الماضي المستمر اهو، وهاف لوك ده مضارع تام اهي ووز لوكينج. بيقول عندما ادرك ان انا كنت بنظر له باصص له يعني، راح لف ايه؟ راح لف ومشي. طيب في اللي بعدها بيقول لك فيها وي فراغ بعدها تو ذا سيم ليتل كافيه، احنا كذا الى نفس الكافيه اللي هو كافيه صغير يعني مش كبير، مساحته صغير. فور لانش علشان الغداء، افري داي كل يوم، وين اي ووز ستودنت عندما كنت طالب. جميل جدا. يبقى هنا هو بيتكلم عن عاده كانت متكرره في الماضي اللي هي لما كان طالب، تمام، دي اللي هو الماضي. طب ايه العاده دي؟ انهم كانوا بيروحوا كافيه كده على قده صغير شويه عشان يتناول وجبه. طب نقول هابو تجو التي تعبر عن عاده متكرره في الماضي، ولا يوست تو جو التي ليس لها علاقه بالعادات اساسا، ولا جو فعل في المصدر انا عايز حاجه لها علاقه بالماضي، ولا وير جوينج ماضي مستمر، لا ماضي مستمر ما يديش عادات في الماضي، اللي يدي عاده متكرره في الماضي هي وود مع مصدر، اجابه وحيده صحيحه. حركنا الشاشه عشان الجمل من 29 تظهر بطريقه افضل. وي دونت ليف ان اسيوت ناو، احنا خلاص مش عايشين في اسيوت، يعني ده معناه ان هم خلاص سابوها. But we ولكن نحن، خد بالك من الحته دي، there for 30 years هناك لمده 30 سنه. يبقى حاليا هم مش عايشين في اسيوط، لكن عايز اقول ان فيما سبق هم عاشوا فيها. طيب المقصود من الحياه في اسيوط اللي هي الجمله الثانيه، طرف الجمله الثانيه اللي هو فيه الفراغ ده، الحدث وقع وانتهى ولا لسه وقع وانتهى؟ تمام، يعني ده معناه ان هو كل لازم ماضي بسيط، هم عاشوا في اسيوط 30 سنه. ايه الدليل ان الحدث ده ماضي بسيط وفقط؟ ان دلوقتي مش هناك، هم خلاص ما بقوش عايشين في اسيوط، يبقى ادي الماضي البسيط ليفد. ما اقدرش اقول هاف ليفد اللي هي مضارع تام. تمام؟ ليه ما اقدرش اجيب مضارع تام؟ المضارع التام بدا في الماضي وله اثر في الحاضر، يعني المفروض يبقوا لسه عايشين هناك؟ لا ده ما ينفعش، هم خلاص سابوها. ار ليفينج هم عايشين فيها دلوقتي ومستمرين؟ لا برضه. وير ليفينج كحدث كان مستمرا في الماضي قطعه اخر، طب فين الحدث اللي قطعه؟ مفيش، ده هو بيتكلم عن حدث وقع وانتهى. سامح هذا ان اكسيدنت، سامح حصلت له ربنا عافينا حادثه، ماشي. از هي، تمام، از هنا كانه بيقول لك ايه؟ كانه بيقول لك وايل، كانه بيقول لك وايل اثناء ذا ستريت الشارع. طيب الحدث في طرف الجمله الاول ماضي بسيط، الحدث في طرف الجمله الثانيه لازم يكون ماضي مستمر. ليه؟ لانه الحادثه ربنا عافينا حدثت اثناء وقوع واستمراريه شيء اخر، يبقى انت كده عايز ماضي مستمر. هات كروس ده ماضي تام، كروس ده ماضي بسيط، اس كروس المضارع مستمر اهو، الماضي مستمر اهو. يبقى اثناء ما كان يعبر الشارع، شيء كان مستمر فيه عبور الشارع، جت ربنا عافينا الحادثه.
هاديز هير از ويت، شعر هادي مبتل. بيكوز هي، لان هو ايه؟ طيب حلو خالص، بيكوز جايه رابط جملتها فاضيه هي وفراغ بعدها اشعر. طيب ماشي، المهم ان شعر هادي ماله؟ شعر هادي دلوقتي ولا حامد؟ ده اسمه حامد. مش مهم حكايه الاسامي دي، احيانا الواحد بيشوف بعض حروف الاسامي بطريقه مختلفه يعني، فتشغلش بالك يعني، مش مهم الاسامي، المهم عندنا باقي الجمله يعني. حامد هير، يبقى شعر عمنا حامد ده ايه؟ مبتل. طب جميل جدا، مبتل لحد الان، يبقى ده معناه ان الحدث اللي قام به حامد ده تمام قريب، لسه اثره لا يزال موجود عليه. يبقى اذا ده شيء له علاقه بالمضارع التام، بالمضارع التام، ومش بس المضارع التام عادي، لا ده الحدث يا دوب انتهى للتو، بدليل ان شعر صاحبنا ده لسه مبلول. طيب طيب جميل جدا، نقول ايه بقى؟ هاز جاست هاد، يا دوب اللي واخد دش، يبقى دي تديني مضارع تام وسريع، سريع الانتهاء. ولا هاز نيفر هاد، تديني نفي. ولا هاز ايفر هاد، ده مش سؤال عشان اقول هاز ايفر هاد. ولا ازنت هافينج، اللي هي بتديني نفي في المضارع المستمر. عمنا حامد ده هاز جاست هاد، يا دوب اللي واخد دش. The doctor approached the patient with a smile. الطبيب اقترب. Approached معناها اقترب، جاي من approach، اقترب من المريض بابتسامة كده. And told him that he، وأخبره أنه، أنه دي هنا اللي هي عايدة على المريض، يبقى الطبيب أخبر المريض. إيه بيتر؟ بيتر معناها أفضل، بحالة أحسن يعني. طيب يا ترى is looking اللي مدياني مضارع مستمر، ولا has been looking تديني مضارع تام مستمر، ولا looked الماضي البسيط، ولا لوس مضارع بسيط؟ ارجع للجملة ودور على دليل على الزمن. Approached ماضي بسيط تمام، told ماضي بسيط، خلاص يبقى اداك دليل اهو. الجمل كلها ماشية في صيغة الماضي البسيط، يبقى looked. الأحداث اللي فيها كلها مرتبطة بزمن واحد. الدكتور اقترب من المريض وقال له، يبقى أنت بقى، يبقى لا كلهم يبقوا في زمن واحد، ما إيه؟ ما تغيرش الأزمنة. دعاء، ما فيش طبعًا فاصل زمني، اديني أزمنة مختلفة. دعاء وجاء فراغ بعدها، at the nearby school for 3 years، في المدرسة اللي في الجوار لمدة 3 سنين، when she was young، حلو خالص، يبقى دي وين هي ودي she was young، تحقق بالماضي البسيط في طرف الجملة اللي احنا فيها. طيب ماشي، الجملة بقى في الطرف التاني محتاجة تكون ايه؟ works مضارع بسيط، اجيبه ازاي في وجود ماضي was young. is working مضارع مستمر، اجيبه ازاي في was young، اعملها ازاي؟ ازاي اجمع ما بين زمنين متباينين تمام. has worked مضارع تام، طيب فين سينس هنا عشان اقول جملتها تبقى ماضي بسيط تحت المضارع التام؟ مفيش، يبقى worked ماضي بسيط اجابه واحده صحيحه. مستر توم، وجاء فراغ بعدها هوستل، السيد توم فراغ المستشفى for 3 weeks، لمده 3 اسابيع ناو، يعني ده معناه انه لا يزال موجود داخل المستشفى لانه مريض. because of his asthma، اسمد اللي هي ربنا عافينا بتبقى حاجه لها علاقه بالتنفس، اللي هي ازمه التنفس والصدر والربو والحاجات دي تمام، ربنا يعافينا. طيب المهم has been in معناها انه موجود في المستشفى تمام، ولا was ماضي بسيط؟ لا ده الحدث لسه له اثر، ده الراجل لسه قاعد في المستشفى. has been to راح المكان ورجع منه، ولا has gone to ذهب الى مكان من اجل قضاء مصلحه معينه ولسه موجود فيه؟ الراجل ما راحش يقضي مصلحه ولا حاجه، الراجل موجود داخل المستشفى لانه مريض. has been in. وفراغ بعدها ذكر، احنا كذا السياره، got our suitcases، طلعنا او خدنا الشنط بتاعتنا، and went into the house، ودخلنا المنزل. جميل، كلها احداث متسلسله ولها علاقه ببعض دون فواصل زمنيه، تقول لك ده بعيد وده قريب عشان نغير الازمنه. طيب ايه دلائل الازمنه اللي عندك؟ got ماضي بسيط، went ماضي بسيط، خلاص يبقى كده ما ينفعش هنا اجيب ماضي تام had worked. ليه؟ لإن مفيش فجوة زمنية كبيرة ما بين الأحداث علشان نقول إن ركن العربية خد بعيد خالص وبعدين جو عمل اللي ورا، لا ده هو مجرد ما ركن العربية طلع الشنط وراح داخل البيت، يبقى الماضي التام هنا ما ينفعش. وير باركينج، عمالين يركنوا، طب هم عمالين يركنوا إزاي وراحوا مطلعين لما هو لسه بيركن، طلع الحاجة إزاي؟ باركت بمعنى ركن بالفعل، ده كده ماضي بسيط وهي اللي هتكون إجابتنا، ناخدها تمام. هاد باركت ده مضارع تام، ما ينفعش أجمعه في كل الماضي اللي قدامك ده. My father، والدي، فراغ بعدها، هوم المنزل، at 9 o'clock last night، الساعة 9 مساء. هو اداك ميعاد العودة تمام؟ طيب الراجل هيرجع البيت مرة واحدة ولا يقعد يرجع يرجع يرجع؟ ما خلاص هو حدث رجوع إلى المنزل وقع، يبقى أنت عايز إيه؟ عايز ماضي بسيط. Had returned الماضي تام، لا used to return، هي دي عادة كانت في الماضي وتغيرت، يعني كان بيرجع البيت وبطل. was returning عمال يرجع، هو عربية ترجع لورا يعني؟ لا طبعا، return بمعنى عادة إلى المنزل.
او رجع اليه، وده حدث في الماضي البسيط وقع وانتهى وخلاص. ما حركش شوية بس علشان الجمل المتبقية كلها تظهر مع بعضها في وقت واحد. When I was a child، ماشي، عندما كنت طفل. مالك يا عمي؟ او بيكمل هو بوي احنا، فراغ بعدها in a small house by the river، في منزل صغير بالقرب من النهر. ماشي، نقول would live ولا used to live ولا where lived ولا have. الله الله يا مستر، انت عمال تقرا حاجات كده من غير ما تفهمها لنا. ماشي يا سيدي ما تزعلش. المفروض ان would لما يجي وراها مصدر، هي و used to لما يجي وراها مصدر، بيعبروا عن عاده كانت متكرره في الماضي، وهي وهذه هي نقطه الالتقاء الوحيده ما بين would مع مصدر و used to مع مصدر، اللي هي العادات المتكرره. لكن لا تلتقي would مع used to فيما يتعلق بالافعال التي تعبر عن حاله او وضع او هيئه، ماشي، كانت موجوده في الماضي تغيرت في الحاضر. يعني ايه؟ يعني الفعل live بمعنى يعيش، يمثل حاله او هيئه او وضع كان عليها الاشخاص، ما ينفعش يكون would، ينفع يكون بي used to، تمام؟ لانه مش عاده متكرره، ان انت عايش في مكان خلاص انت مستقر فيه، مش مثلا كنت بتروح البلاج ولا كنت بتاكل في مطعم ولا لا مش ده، تمام؟ يبقى العادات المتكرره اقدر اجيب would او used to، ينفع الاثنين ينفعوا، لكن ما ينفعش اقول ان الاثنين يساوي بعض في حاجات زي يعيش، يمتلك، يعمل، لا ما ينفعش. يبقى كده used to live هي الاجابه الصحيحه، كانوا عايشين في المكان ده، وضع او حاله او هيئه كانوا عليها اتغيرت، تمام؟ طيب where lived فيها بناء المجهول، مفيش بناء المجهول ان هو ده، هو انا بتكلم عن وضع وحاله كانوا موجودين عليها. have lived ده ماضي، have lived ده مضارع تام، انا ما عنديش مضارع تام ان هو اشاره ليه، لا ده بيقول ايه؟ بيتكلم عن وضع وحاله وهي كانت موجوده في الماضي اتغيرت في الحاضر. since زي منذ، ان هم ايه؟ acting التمثيل، زي هم برضو لسه الكلام انا على نفس الاشخاص. in three plays في ثلاث مسرحيات، a television commercial اعلان تلفزيوني، and two TV دراماز ومسلسلين تلفزيونيين، تمام. الجملة قدامك ان هو فيها حدثين، فراغ في الحدث الاولاني سينس اهي، وادي الحدث الثاني. طيب جميل، سينس لما تيجي تربط جملتين قلنا جملتها بتكون ايه؟ ماضي بسيط، ماشي. طيب وطرف الجملة الثانية يكون ايه؟ مضارع تام. طيب يبقى انت كده عايز ايه؟ عايز ماضي بسيط في الفراغ الاولاني ومضارع تام في الفراغ الثاني، دور على دي. بيجان ماضي بسيط متحقق ار بيرفورم، ما تنفعش لانها مضارع مستمر، انا عايز مضارع تام. بيجن ده مصدر، خلاص كده ما نفعتش، واحده واحده ما نفعتش، الثانيه خلاص ماتت معاها. بيجان موجوده اهي، الماضي البسيط تحقق لكنه ايه؟ هاف بين بيرفورم، يديني مضارع تام مستمر، لا انا عايز مضارع تام فقط. طيب يجي حد يقول لي يا مستر، طب ما انت لما جيت تقول لنا ان سينس جاي وراها لو جملتها كانت ماضي بسيط الناحيه الثانيه هيكون في مضارع تام او مضارع تام مستمر، اقول لك اه. يقول لك الله، طب ما اشمعنى مع الجمله دي قلت ما مش نافع المضارع التام مستمر؟ ليه انت عايز تاخد الاختيار الاخير اللي هو فيه الماضي البسيط مع المضارع التام؟ انت ولا انت عايز بتقول حاجات وتعمل غيرها؟ لا يا سيدي ما بقولش حاجات واعمل غيرها. ارجع للجمله هتلاقيه اداك عدد الاشياء التي قام هؤلاء بادائها، وده ما بيحصلش مع المضارع التام مستمر. عملوا ايه؟ ثلاث مسرحيات واعلان تلفزيوني واثنين مسلسل، يبقى كده اداء واداك الحاجه اللي اتم ادائها بالفعل، وده بيجي مع المضارع التام فقط وليس المضارع التام المستمر. هاو فراغ بعدها كلوز، thousands of years ago، كلوز اللي هي الملابس، thousands of years ago من الاف السنين ايه اللي عدت، ولا انت استفهام؟ طب احنا برضو مش عارفين كده ايه اللي بيتكلم عنه. ديد زي يوزد، طب ازاي اجيب ديد وازاي اجيب متصرف؟ ازاي يوزد تبقى متصرفه في وجود ديد؟ ما تجيش. ديد زي ميك، هاو ديد زي ميك، كيف صنعوا؟ ممكن سؤال على الماضي البسيط مع اجوه، ماشي لحد دلوقتي منطقيه. طيب ديد زي يوزد برضه مكرر نفس الغلطه، يعني ديد بص كده هي هي، بس ايه عمل غلطتين تحت، جاب لك يوزد وراح جاب وراها ميد، يعني جايب ايه اثنين متصرفين في شيء لا ينفع، لا يعني ما ينفعش نجيب فيه متصرف. طيب الأخيرة did they used to made، طيب used to اللي هي جابها في المصدر، أنت جبت إزاي وراها تصريف ثالث؟ برضه خطأ. يبقى هنجيب السؤال في الماضي البسيط did، وبعد كده هو الضمير والفعل في المصدر make، بيسأل عن هما كانوا إزاي بيصنعوا الملابس من آلاف السنين الماضية، مفيش إن هو عادة ولا حاجة. What was the weather؟ ماذا كان الطقس؟ فراغ بعدها when you woke up this morning، عندما لما صحيت النهارده. طيب بيسأل عن حاله الجو وخلاص، يعني سؤال في الماضي البسيط ما فيش مشكله فيه، بس خلي بالك هي ووز موجوده، دي حققت معايا الماضي.
نقول لايك بمعنى احب ولا لايك؟ ولا لايكنج واخده شكل الجيرند، ولا لايكس مضارع بسيط. وات واز ذا ويذر لايك؟ ماذا كانت حاله الطقس؟ كده شوف منتهى تدريباتنا على تيست يور سيلف للدرسين 3 و4 من الوحده الاولى، لكن تدريباتنا معك لم تنتهي بعد. ان شاء الله ننتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.